جاب لنا من الصين، شفنا تحواس ما شاء الله وهو الزوجة ومنورين، ايه في الاخر جبت لنا مشاريع، خاطر شفناها مشى الهواوي وغيره حسب الزيارات اللي شفناها مشى شركات كبرى، لكن في القائمة الموجودة كما قلت لكم خلينا نكونوا دقيقين، لست أدري هل هي بالفعل هذه القائمة بتاع اتفاقيات فقط، ولا شنو الفائدة أنت تمشي لمؤسسات كبيرة هواوي وغيره وفي الآخر تجيب لنا اتفاق متاع الطاب ولا متاع إذاعة والتلفزة اللي هي تو إذاعة 25 ولا تونس 25 جويلة، شنو الفائدة؟ مشينا حكينا على الطغرأ والطغرة، خاطر هو عندهم إشكالية معناتها تاريخية مع الطغرأ والطغرة، وهل أننا ننطقها بالطاء مفتوحة ولا بالطو مضمومة، هذه إشكالية السيد رئيس الجمهورية. ومشي جاب لنا اتفاقية مع التاب واتفاقية مع الإذاعة واتفاقية مع التلفزة اللي احنا اصلا عندنا راو اتفاقيات في هذا الاساس، يعني في هذا المجال، هل انه راها هو قبل ما يخرج ما نتصورش، هل انه عنده عليها فكرة او علم ما نتصورش، وما نتصورش زاد انه هالاتفاقات هذية كانت تستوجب وان يتنقل السيد رئيس الجمهورية التونسية بطم طميمه حتى لين يجيب لنا ثلاثة اتفاقيات من هذا النوع. لو كان احنا جينا مناش وطنيين رانا طفينا الضوء، لو كان احنا جينا مش وطنيين راه هو كيجيب الاستثمارات احنا نتغش ونقولوا لا علاش، ليه مش صحيح، راه احنا نفرحوا كي يجيبوا الفلوس لتونس ونفرحوا كيف قيس سعيد يجيب الاستثمارات لتونس ونفرحوا كي نشوفوا بلادنا في احسن مستويات العيش ونشوفوا التونسي عايش مرتاح وبلادنا اقتصاديا مفتوحه على كل الاوجه، لكن ما كانت المساله تستوجب تنقله هو بنفسه، كان ينجم البي دي جي الثلاثة متاع ثلاثة مؤسسات يطلعوا وحدهم ويجيبوا هالاتفاقات هذية. ثم التوظيف السياسي في الاتفاق في البيان المشترك اللي هبطوه أنه الصين يعني تساند المسار، سمحني يا أخي أنت تساند الدولة تساند المسار، من أنت حتى لين تساندي المسار ولا ما تسانديش المسار، ثم ترفض كل تدخل خارجي واللي قاعدة تعمل فيه أنت شنو ما هوش تدخل خارجي، ولا وقت اللي يولي المساندة مع المنظومة متاع قيس سعيد يولي ما عادش اسمه تدخل خارجي ويولي مثالش ومسموح به، يعني يكفي هذا أصبح هوراء كبيرا واصبحت مساله بالحق لا تطاق مقدمه. هذا قالته جنات عبد الله الخبير الاقتصادي، قالت راه ما ثمش قاتوس استاذ الربي، خاطر الناس يتصورون هكا ساعات بعض الاعلام والصين وبعد الصين وكان الصين جمعيه خيريه ولا بباصات هم بوذيين، قال وكانه ماشيين ماشي زاد سيدي عبد الله ولا مش عارف شنو. يا استاذ قارن الاستثمارات بلوتو الاتفاقات اللي جابها قيس سعيد بالاستثمارات اللي جابتها الجزائر عم ناول، قارن بال16 اتفاقيه اللي هي يعني سيجو تيران يعني حاجه ملموسه اللي جابتها مصر وجابها السيسي، هل انك انت تعتبر انه شنو اللي انا نسال فيه، هل انك تعتبر انه الزياره هذه زياره ترتقي الى مستوى الحدث معناها كي تقارنها بما جاءت به الشقيقه الكبرى وبما جاءت به؟ هذه المقارنه المطلوبه. نعم هذه المقارنه المطلوبه، قارنوا ممشو ذهب هناك زعماء فارقة هم جابوا احنا جبنا كما قلت لك، مش نفسروا لهم في الطغرة والطغراء. ايه ثم حكاية الهيدروجين هذي والطاقة الخضراء او شنو هذي اللي سيعني العلماء يبدو ان الصوت انقطع سيدة هلا، انت في استماع معنى خطورتها ما زالوا ما قالوش يعني خطورتها وين تنجم توصلوا، هل انه احنا ننجموا حقيقة يعني نستندوا عليها ونعتمدوا عليها ولا لا؟ نفس هذه متاع الهيدروجين عملنا الاتفاقية مع فرنسا ما زلنا مليناش جمع ملي صححناها، ونفس الاتفاقية عملناها مع السعودية ونزيدوا نعملوها مع الصين، يعني مش برشا هكاية ومش حديث فارغ هذايا ومش معناها مش علاش يا حديث فارغ علاش يا أستاذ، ها وقعت ثم أعمال إكسبريس أفهام التداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية المصادقة على نتائج القرعة الدورية، قرعة الدورية فاش لتجديد تركيبة المجلس الجهوي، وش خدمه هو مش عنه القرعة سما احنا خدمنا مش عنه القرعة، شو القرعة هذه في رئاسة الجمهورية خلي نتمشي من وجهنا يشوف النور شوية معني ما فهم حتى مسؤولية يمكن أن يقع مسكها والسيطرة على الوضع بطريقة القرعة هذه، يعني حاجة سريالية اللي قاعدة تصير في تونس، ناهيك وأنه قلت لك التجربة هذه راهي صارت قبل تاريخيا موجودة وراهي تجربة فاشلة، ناهيك وأنه يعني شوف ابحث عن مستوياتي من الناس هذو مع كامل احترامي لأشخاصهم ومع كامل احترامي للناس التوانسة اللي مثلوا 8% من القواعد الانتخابية اللي خرجت من ديارها وكلفت نفسها عناء أنها تمشي وتنتخب الناس هذوما، شنو مستواهم؟ إذا كان احنا كنا قبل وبعد الثورة
نلومه على أنه ناس يعني تناقش قانون مالية وقانون ميزانية وهم ما يفهموش أصلا في أبجديات المالية، ويناقشوا في المجالات الجزائية وهم ما عندهمش التكوين اللازم. وكنا نفرضوا في اللجان أنه تصير فما يعني تطعيم اللجان هذه وإثراءها بكفاءات من الإدارة أو من أهل الاختصاص، سواء كانوا قضاة أو محامين أو غيرهم. نعم. يعني كل مجال اختصاصه، حتى اللجان البرلمانية لا تخرج عن نطاق الواقع ولا تخرج يعني عن المنطق في معالجة الملفات. اليوم أنت عندك أربع كعبات مع كامل احترامي لهم صفر كعكة، ما عندهم حتى مستوى، وباش يكونوا هما مجالس يعني يستدعوا المديرين الجهويين ويقروا هما في بلاصة المديرين الجهويين ما يمكن أن يحصل في الجهة ولا في المنطقة إذا كانوا هما مجالس محلية. هذا ما يريده قيس سعيد من هذه المجالس اللي هي إلى حد الآن ما ريناش قانون ينظم لها صلاحياتها وتدخلاتها. وأنا سبق أني قلت أنه اللي يعتقد في نفسه لكونه هو عنده مستوى ثقافي وعلمي وأكاديمي ولكونه هو مدير جهوي ويعتد بذاته ويقول أنا سواء كان من الأجهزة الصلبة، سواء كان من الإداريين أو حتى من القضاة، من يعتبر نفسه أنه هو من الفرقة الناجية وأنه قيس سعيد سيبقي عليه لأنه حشت به، فإنه واهم. هذا هو هذه الموجة، موجة الرداء الكبيرة التي سترحل بما تبقى من الجمهورية التونسية وبما تبقى من النظام اللي هو يمكن يعني تمكنت من إرسائه الجمهورية طيلة قديش من سنة مضت، حتى لا أتحدث عن إدارة الاستقلال وعن دولة الاستقلال لأنه هي لكن ثم حركية يا أستاذة هلا. هاو السيد رئيس روح من الصين، السيد رئيس السيد الرئيس الحكومة سي حشاني يظهر مشاي كوريا أسف مشاي كوريا، ربما يجيب لنا مشاريع مع كراها بالكورية هوندا ربما تنشوف وبعد ثلاثة أيام تنشوف يا حسين أنت ما تعرفش قديها عندك من شركة هربت من تونس ومشيت المغرب ويعني عملت ديلوكاليزاشن للأكتيفيتي بتاعها حاولت بقراتها. نعم في أقل من نصف دقيقة. نعم قبل ما نخرج الأذان يلا. يعني إذا كان أنت ترى قديش عدد الشركات اللي هي كانت تستثمر في تونس وخرجت جراء انعدام الأفق السياسي والضبابية وجراء يعني الفوضى العارمة. نعود ونكمل أستاذ هالة، ما عدنا نمشوا الأذان سطل العشاء، قبل ذلك ما تخرجوش خلكم معنا، ما خلكم معنا بالله. موضوعنا بعد الأذان هو موضوع العنف في الملعب، اكتبونا في اليوتيوب وفيسبوك اعطونا رأيكم ومش ناخذوا به إن شاء الله بعد رفع الأذان. نبقى في الجزء الثاني حول موضوع العنف والوقع في ملعب حمد العقرب. يلا راجعين، أذان صلاة العشاء. أذان